أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة للعدوان الإسرائيلي على غزة، ولدينا أيضا معلومات من المكتب الإعلامي للحكومي في غزة، ويذكر بأن شهداء بلغوا أكثر من 4400 شهيد منذ بدء العدوان منذ 7 من أكتوبر، منهم 1756 طفل و967 سيدة، وإصابة أكثر من 13000 مواطن أيضا جراء هذا الهجوم. كذلك أيضا تضرر أكثر من 1164000 وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي أو كلي، منها أيضا 5635 مبنى سكني هدمه الاحتلال بشكل كلي، تضم أكثر من 15100 وحدة سكنية. أيضا 67 مقر حكومي وعشرات المرافق العامة والخدماتية تم تدميرها من قبل الاحتلال، 167 أو 76 مدرسة أيضا تعرضت لأضرار متنوعة، منها 30 مدرسة خرجت عن الخدمة بشكل كلي. أيضا بلغ إجمالي عدد النازحين أكثر من 1,400,000 مواطن، نصفهم في مراكز الإيواء البالغ عددها 217 مركز، والآخرين يتواجدون في التجمعات المستضيفة من الأقارب والأصدقاء. وما تزال أيضا الأرقام في تزايد باعتبار أن الإجرام الصهيوني ما يزال مستمر في ظل تواطؤ غربي مستمر. أيضا على الصعيد السياسي هناك قمة عقدت في القاهرة، هي قمة القاهرة للسلام، وعلى الرغم من الكلمات القوية لنقول القادة العرب الذين حضروا هذه القمة والتي اختلفت كثيرا عن الكلمات للمندوبين عن الدول الأوروبية التي حضرت أيضا كذلك الاجتماع، وفشلوا أو فشلت هذه القمة في إصدار بيان، لكن هناك تأكيد من قبل مصر والأردن وفلسطين عن حق البقاء للفلسطينيين ورفض مسألة التهجير بشكل كلي، وخاصة هناك مخاوف لدى مصر والأردن بأن إسرائيل قد تستغل الأحداث لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة باتجاه سيناء. إذن عن تطورات الأحداث داخل غزة، وأيضا عن قمة القاهرة، بإضافة أيضا إلى المناوشات بين حزب الله وإسرائيل في الشمال، كل ذلك نناقشه مع ضيوفنا الأعزاء. معنا في الاستوديو الأستاذ محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية، أهلا بك أستاذ محمود. أهلا بك أستاذ عبد الله. كما أرحب أيضا بدكتور فايز أبو شمالة الكاتب والسياسي الفلسطيني معنا عبر سكايب، أهلا بك دكتور فايز. أهلا بكم وبمشاهدي فضائيتكم. نعم عبر الهاتف عفوا، وأيضا أرحب بمحمد هنية صحفي الفلسطيني، أهلا بك محمد. نعم حتى يكون معنا محمد، نبدأ معك أستاذ محمود علوش، وكيف تجد المشهد بعد 15 يوم من الأحداث؟ بداية مساء الخير، نترحم على أرواح الضحايا الذين سقطوا في هذه الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، ونسأل الله السلامة لمن قدر له أن يبقى على قيد الحياة حتى الآن. نحن أمام وضع خطير جدا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هذه الحرب ليست كأي حرب عادية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية أو فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على غرار العقود والعقد والنصف الماضي. نحن اليوم أمام مواجهة عسكرية تعتبر بمثابة اختبار وجودي للطرفين. إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر أصيبت بزلزال أمني، تسعى إلى إعادة ترميم مفهوم الردع الإسرائيلي من خلال حربها اليوم على قطاع غزة. أيضا هذه المعركة هي وجودية لحركة حماس. اليوم إسرائيل تضع أهداف تصل إلى حد القضاء على وجود حركة حماس من هذه الحرب، وبالتالي هذه الحرب وجودية عمليا بالنسبة للطرفين. أيضا اليوم نشهد بأنه الديناميكية الأقليمية مؤثرة بشكل أكبر أو حاضرة بشكل أكبر في هذا الصراع بين إسرائيل والفصائل المقاومة الفلسطينية، وهناك مخاطر حقيقية أن تتطور هذه الحرب إلى مواجهة أقليمية شاملة. أهم ما يميز هذه الحرب اليوم أن هناك قاعدتين أساسيتين كانتا تتحكمان بإدارة الصراع خلال العقود والسنوات الماضية، اليوم أصيبتا بتصدع. القاعدة الأساسية الأولى أنه الحرب أو المواجهة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة عادة ما كانت تحت السيطرة ولم تتطور إلى هذا المستوى الخطير. اليوم انهارت هذه القاعدة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر. والقاعدة الثانية أنه حرب الظل بين إسرائيل وإيران
أيضا ظلت على مدى عقود تحت السيطرة بريد الطرفين من أجل تجنب المواجهة العسكرية المباشرة. في ظل تصدع هاتين القاعدتين الأساسيتين نجد اليوم بأن المخاطر أصبحت كبيرة ومكلفة لهذه الحرب، إن على مستوى القضية الفلسطينية أو على مستوى الوضع الإقليمي. علاوة على ذلك اليوم صحيح رغم أنه الحرب تتركز اليوم في قطاع غزة، إلا أنه أيضا في حال مضت إسرائيل باتجاه شن اجتياح بري لقطاع غزة، هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى انفجار شامل في الأراضي الفلسطينية. الضفة الغربية اليوم بعد نحو أسبوعين من هذه الحرب لا تزال مستقرة جزئيا، لكن نجد بأنه هناك تفاعل وصدى واسع لما يجري في غزة في الضفة الغربية المحتلة. وبالتالي أنا أعتقد بأنه قدرة السلطة الفلسطينية، حتى لو رغبت السلطة الفلسطينية في الحفاظ على الوضع في الضفة الغربية في حال تطورت هذه الحرب إلى مواجهة برية، ستكون محدودة للغاية. وبالتالي نحن أمام سيناريوهات خطيرة جدا. اليوم بعد أسبوعين يمكن أن نلخص بعض النقاط الأساسية. رغم أنه إسرائيل زالت تهجم وتحاول أن تنتقم وأن تدفع حركة حماس إلى دفع ثمن باهظ في هذه الحرب بسبب هجومها في 7 أكتوبر، إلا أنه من الواضح حتى الآن بأن إسرائيل مترددة في القيام بغزو بري لقطاع غزة. هذا الأمر لا يعني بأنه إسرائيل لا ترغب بالدخول إلى قطاع غزة، لكن أعتقد بأنه بدأت اليوم تستفيق جزئيا من صدمة 7 أكتوبر وتفكر بالسيناريوهات التي ستتبع الغزو البري. اليوم نحن لا نتحدث، يعني الجيش الإسرائيلي أو إسرائيل لم تخذ مواجهة برية أخ عبد الله منذ عقود طويلة، ربما آخر مواجهة برية واسعة خضتها إسرائيل في 82 عندما اجتاحت لبنان من أجل إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان. وبالمناسبة حتى النتائج الحروب التي شنتها إسرائيل البرية ليست مشجعين. على سبيل المثال اليوم في لبنان عندما دخلت إسرائيل لبنان من أجل إخراج منظمة التحرير الفلسطينية أوجدت عدو أخطر من منظمة التحرير الفلسطينية هو حزب الله. ما أقول اليوم بأنه من السهل على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يعد بالقضاء على حركة حماس، لكن أنا بالتأكيد أجزم بأن إسرائيل لا تمتلك تصور لليوم التالي الذي سيعقب الهجوم البري أو انتهاء حركة حماس فيما لو نجحت حماس. إنه الأمر قد استغرق بالضبط. هذا في جانب. في جانب آخر اليوم نحن أمام موقف إقليمي يمكن قراءته خلال أسبوعين على أنه لا يزال يعيش تحت صدمة هجوم 7 أكتوبر. عمليا هجوم 7 أكتوبر بقدر ما أنه أحدث تحول تاريخي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أربك المنطقة بشكل عام، لم تكن المنطقة، يعني في قبل 7 أكتوبر كنا نتحدث عن إمكانية أن يكون هناك تطبيع سلام بين السعودية وإسرائيل. وكنا نتحدث عن دلالات الصفقة التي أبرمتها إيران والمملكة العربية السعودية في مسألة تبادل الأسرى، وهل من المحتمل أن تؤدي إلى إعادة تمهيد انطلاق المفاوضات أو استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. كنا نتحدث عن أمور كثيرة. الآن في 7 أكتوبر تحولت كل هذه الحسابات. الآن اليوم ربما الهاجس الأكبر هو خشية الجميع من الانزلاق، من انفجار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل شامل وانعكاساته أو تطوره إلى مواجهة إقليمية. أيضا الحسابات الدولية لا تزال مرتبكة، يعني رغم مضي أسبوعين على هذه الحرب أستاذ عبد الله، حتى الآن لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أو الدول الغربية عموما أن يضع استراتيجية واضحة لكيفية التعامل مع هذه الحرب. حسنا الكل في الغرب يجمع على أن إسرائيل لديها الحق فيما يسمى بالدفاع عن نفسها، لكن هل هناك تصور غربي كيف لتبعات رد الفعل الإسرائيلي الانتقامي غير المقيد بحدود على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وعلى الوضع في المنطقة؟ هناك بعض التبعات والتقديرات، لذلك الإدارة الأمريكية سارعت منذ هذا إلى سأعود إليك حول أستاذ محمود حول مسألة إذا الموقف الدولي منحاز بالمجمل وهل يمكن أن يتغير. أيضا المشهد في القاهرة رأينا السيسي مستفزا من الموضوع وهو يحذر من نقل فلسطينيين إلى غزة، رأينا الملك عبد الله أيضا اليوم كلمته قوية وأيضا ملخصة حول الموضوع، رأينا عباس أيضا يحذر من مسألة تصفية القضية الفلسطينية. سأعود لك هذه المسألة أيضا مؤتمر القاهرة ولماذا أيضا فشل في إصدار بيان، وهل يكفي البيان المصري المنفرد الذي عبر أيضا عن هواجس مصر بشكل دقيق عن المسألة. لكن نحتاج إلى الدخال معنا أيضا الأستاذ أو الدكتور فايز أبو شمال أيضا، وكيف يرى المشهد الآن بعد 15 يوم من 7 أكتوبر ومرور أيضا 15 يوم من الهجوم البربري الصهيوني على غزة؟
التحية لك ولضيوفك الكرام، وأقول بعد هذه الفترة الزمنية الممتدة لأكثر من أسبوعين، ما زال الذي يتحكم في الميدان هي المقاومة الفلسطينية، وما زال الشعب الفلسطيني صامدا صابرا محتسبا محتملا. بالتالي كل محاولات العدو الإسرائيلي لزلزلة وزعزعة الوجود الفلسطيني تبوء بالفشل. العدو الإسرائيلي يمتلك الترويع والتجويع، هذا هو السلاح الإسرائيلي المستخدم في المعركة بطائراته وصواريخه. إنما بعد 15 يوما العدو الإسرائيلي غير قادر وغير جاهز وغير مهيئ لأي هجوم بري على قطاع غزة. قطاع غزة محصنة من الهجوم البري. بالتالي هذا العدو الإسرائيلي الذي لا يمتلك إلا القصف المدنيين بالطائرات، أنا أقول أن المجتمع الدولي والعالم العربي والجماهير العربية وردود الأفعال العربية لن تسمح له بمواصلة هذا العدوان. لذلك أنا أقدر أن تكسر الهجمة الإسرائيلية في غضون أيام، وأن يبدأ العدو الإسرائيلي بالإقرار والاعتراف بالهزيمة. لقد هزم الجيش الإسرائيلي من اليوم الأول للمعركة مع بداية طوفان الأقصى 7 أكتوبر. الآن العدو الإسرائيلي يغامر ويكابر وينتقم من الشعب الفلسطيني إرضاء لشعبه الذي صوت 65% منه مع هجوم شامل على قطاع غزة. ولكن الجيش لا يقدر على تنفيذ هذا الهجوم، ويقدر على قصف المدنيين فقط. المقاومة لم تتعرض لأذى، المقاومة موجودة جاهزة للمواجهة في كل لحظة، والذي تعرض للتدمير تحت القصف والقتل الغير المبرر هم المدنيون الفلسطينيون. لذلك أنا أقدر بأن الضغوط العربية، المسيرات العربية، خروج الملايين في العواصم والمدن العربية سيكسر العنجهية الإسرائيلية، ويفرض ويجبر أمريكا ويفرض عليها أن تقلل من دعمها أو من تشجيعها للعدو الإسرائيلي لمواصلة العدوان. العاملان الرئيسيان في المعركة الآن ولحسم المعركة المقاومة الفلسطينية متحالفة مع وحدة الساحات، مع المقاومة اللبنانية والتي بدأت توجع العدو الإسرائيلي. 2، الجماهير العربية، وتلك الجماهير التي تخرج في أوروبا أيضا، بريطانيا 100,000. نعم، أين اليوم 100,000 خرجوا في لندن، وهي مظاهرة ربما الأكبر منذ عقود. دكتور فايز، فيما يتعلق أيضا بأداء حماس، رأينا أنها أطلقت رهينتين أمريكيتين، أيضا الآن أبو عبيدة وصلنا خبر أنه عرض على الإسرائيليين إطلاق رهينتين، لكن الإسرائيليين كما قال أبو عبيدة أنهم رفضوا. كيف تجد إدارة هذا الملف من قبل حماس؟ الحقيقة قالت حماس بوضوح، أما المدنيون فهم ضيوف لدى أهالي قطاع غزة، لا شأن لنا بهم، يأكلون من طعامنا ويشربون من ماءنا، وهؤلاء جاهزون لتسليمهم إلى ذويهم في كل لحظة، وليس هم عنصر من عناصر التفاوض. لدى قيادة حركة حماس، لدى كتائب القسام، جنود وضباط وقيادات ورتب عسكرية إسرائيلية عليا تكفي لإجراء صفقة التبادل. أما هؤلاء المدنيون فهم فائض أحمال، يعني جاهزون لإعادتهم لأهليهم في كل لحظة. وبالأمس تم إعادة أمريكيتين لبايدن، دليل على أن المقاومة الفلسطينية لا تمارس الإرهاب، وأنها تحظى وتتصرف بشكل إنساني يفوق بايدن الذي قاد مجلس الحرب الإسرائيلي. اليوم تعرض المقاومة إطلاق مزيد من المدنيين الإسرائيليين، وأظن أن صفقة تبادل أسرى بما لدى المقاومة من جنرالات وضباط ورتب عالية وجنود إسرائيليين، لدينا ما يكفي من الأسرى. هذا الملف يدار بحكمة وحنكة. هؤلاء الأسرى موزعون على مجمل قطاع غزة وفق تقديري، وهم في أماكن آمنة.
نعم. ايضا على الصعيد الاسرائيلي راينا اليوم وهذا المساء ايضا مظاهره لاهالي المحتجزين ايضا يضغطون على نتنياهو، هل تعتقد ان هذا الملف ايضا سيؤثر على نتنياهو؟ بكل تاكيد اليوم نتنياهو تعرض الى اهانه كبيره من الجنود الاسرائيليين المحتشدين على قطاع غزه، 15 يوما 360 الف جندي في محيط غزة لا يجرؤون على التقدم. اليوم أحد الجنود أهان نتنياهو وحملوا مسؤولية الفشل ومسؤولية الضرر النفسي الذي لحق بالجيش. وأنا أقول لك بأن ما قام به أهالي الأسرى الإسرائيليين اليوم من مظاهرات ومن مسيرات ومن ضغط على الحكومة الإسرائيلية سيجبر نتنياهو في النهاية أن يتفاوض مع الفلسطينيين على إطلاق سراح الأسرى أو تبييض السجون مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة. هذا مطلب أول. المطلب الثاني، غزة لا تخوض الحرب فقط من أجل الأسرى، غزة تخوض الحرب من أجل المسرى، المعركة تحت عنوان طوفان الأقصى. بالتالي لابد من التزام أو إلزام الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية والقيادة الإسرائيلية بالمطلب الفلسطيني الأساسي، تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة. تحت هذا العنوان تجري المعركة بما في ذلك المسجد الأقصى. لن يترك المسجد الأقصى بين يدي الصهاينة، لن تترك الأرض الفلسطينية بين يدي المحتلين سموتريتش وبن غفير للتوسع الاستيطاني وطرد الفلسطينيين. اليوم الذي يهاجر من أرضه هو المستوطن الإسرائيلي. من غلاف غزة هاجر عشرات الألاف، ومن عسقلان هاجر عشرات الألاف، ومن شمال فلسطين هاجر أكثر من 25 إلى 30 ألف إسرائيلي. بالتالي المعادلة على الأرض تتغير. نحن نرى الدماء الفلسطينية ونرى الأطفال وأشلاءهم الممزقة، لكن هنالك وجع داخل المجتمع الإسرائيلي ونزف معنوي ونفسي لا يقل وجعا وإيلاما عن تلك الأشلاء المبعثرة في قطاع غزة وتلك المباني المدمرة من القصف الإسرائيلي. إنهم يتألمون كما نتألم ويتوجعون. وأنا أقول لك لن يحقق الإسرائيلي نصرا من خلال قصف المدنيين، وهذا ما اعترف به جل القيادات العسكرية والسياسية بما فيهم عضو الكنيسة وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان الذي اعترف بأن هذا القصف لن يحقق نصر. النصر حققته كتائب القسام من اليوم الأول في معركة طوفان الأقصى، وهي تسحق فرقة غزة وتبيدها عن الوجود، بحيث لم يبقى لهذه الفرقة والتي تعتبر مخزون المعلومات ومخزون الخطط ومخزون الاستراتيجية السياسية والعسكرية الإسرائيلية، كل ذلك أصبح في قبضة رجال المقاومة. وهذا ينعكس اليوم خوفا ورعبا وجبنا على الجيش الإسرائيلي الذي يرقب الغزة ولا يجرؤ على أن تطأ أقدامه. نعم أرضها. نعم دكتور فايز، إذن تعتقد أن هذه الهجمة الصهيونية ستنكسر خلال أيام، وهذه هي الخلاصة من وجهة نظرك؟ هذا حقيقة. وأنا أضيف بأن هذه ليس هجمة إسرائيلية، هذه هجمة أمريكية أوروبية، هذه يشارك فيها بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، اليونان، اليابان، فرنسا. هؤلاء كلهم اجتمعوا على الباطل، اجتمعوا على الضلال. هؤلاء الذين زاروا إسرائيل وقدموا لها الدعم العسكري والدعم المعنوي. بايدن يقول هذه المعركة ستقرر مصالح أمريكا في الشرق الأوسط لعدة عقود. إذن هي معركة ليست ضد غزة وليست على بوابة غزة، هي معركة لاستمرار بسط الهيمنة الأمريكية لعدة عقود. أي بمعنى آخر، نحن أمام سايكس بيكو من جديد. سايكس بيكو يقسم المنطقة العربية بين فرنسا وبريطانيا وأمريكا وألمانيا وكل أولئك الذين تعودوا على امتصاص خيرات الأمة العربية وتكبيل قدراتها وإرادتها وحرمانها من الديمقراطية. اليوم هذه المعركة بانتصار غزة هو انتصار لكل الأمة العربية، انتصار لليمن ولسوريا وللمغرب وللسعودية وللخليج وللعراق، لأن العدو الإسرائيلي لا يستهدف فقط غزة،
هو يستهدف الأقصى، ومن يستهدف الأقصى يستهدف العقيدة الإسلامية. وعرب بلا عقيدة بلا قيمة وبلا حضور وبلا وجود، بالتالي هذه معركة كبرى تدور على أرض غزة. نعم، شكرا لك دكتور فايز أبو شمالة الكاتب والسياسي الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف. ونذهب إلى فاصل أعزائي المشاهدين قصير، ومن ثم نعود معكم، وما يزال معنا الأستاذ محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وما تزال هذه التغطية مستمرة عن العدوان الصهيوني على غزة. وكنت قد توقفت مع الأستاذ محمود علوش عن الحدث في القاهرة، وهو مؤتمر قاهرة للسلام بحضور أكثر من 30 دولة، أبرز من حضروا زعماء عرب كرئيس الإمارات الأمير القطري، وكثير أيضا من رؤساء وزراء وأولياء عهد أيضا في المنطقة العربية، بالإضافة إلى وزراء خارجية من دول أوروبية. وهو ربما مشهد على الشمال من غزة، لكن أيضا هناك على الجنوب من غزة في القاهرة أيضا هناك مشهد عسكري على الشمال منها في لبنان، أيضا تصعيد عسكري متبادل بين حزب الله وبين الصهاينة. لكن نبدأ في قراءة المشهد السياسي أستاذ محمود، كيف تجده؟ طبعا يعني قمة القاهرة لم يكن متصور منها أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار بطبيعة الحال أو ما إلى هنالك. الهدف الأساسي من قمة القاهرة هو إظهار أن دول المنطقة موحدة نحو وقف هذه الحرب، بأن جميع دول المنطقة رافضة لاستمرار هذه الحرب، وبأن جميع دول المنطقة تتخوف من تداعيات هذه الحرب على الأمن الإقليمي. هذا في جانب. في جانب آخر، أظهرت قمة القاهرة، وكان الهدف الأساسي منها هو حقيقة مساعي الدول العربية ودول المنطقة عموما في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة، هذه الأزمة إلى فرصة لإعادة تنشيط عمليات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فرصة لتسليط الضوء على الأسباب الجوهرية. الأوروبيين مانعوا وما زالوا. نعم طبعا طبعا طبعا. أنا تقديري أنه حتى نكون واقعين بعد الشيء، هذا الدعم الأمريكي والأوروبي لإسرائيل اليوم غير مبرر بأي شكل من الأشكال. النتيجة الوحيدة لهذا الدعم أن نتنياهو أصبح أكثر جرأة في ارتكاب جرائم بغزة دون الالتفات إلى أي عواقب. هذه النتيجة، لا أحد يحدثنا الآن عن نتائج أخرى. ربما بغض النظر، لكن أنا تقديري طبعا طبعا يعني هذا الأمر أنا قلت لك في البداية لن توفر له مخرجا، ربما يؤدي هذا الأمر إلى تعميق مأزق إسرائيل التي تواجهه ما بعد 7 أكتوبر، لأنه المسار العسكري لا يمكن لأحد أن يحسم الحرب، لا يوجد قدرة لإسرائيل أن تحسم هذه الحرب كي نكون واضحين. لكن ما أود أن أقوله بالنسبة للموقف الأوروبي والغربي، أنا الموقف الأوروبي والغربي لأنه كنا نتحدث عنه هو سبب عرقلة البيان. نعم. البيان، أنا تقديري أنه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لا ترغبان في أن تتفاقم الأمور في الشرق الأوسط، وأنا أعتقد بأنه الحرب التي حصلت أو هجوم 7 أكتوبر الذي كان شرارة لهذه الحرب كان مفاجئ، كان مفاجئ بالنسبة العرب يدعون إلى وقف إطلاق النار، لكن الأوروبيين يرفضون حتى الإشارة إلى هذه المسألة. نعم طبعا أنا تقديري أنه الدول الغربية وهي تواجه معضلة بالمناسبة، هي تسعى للموازنة ما بين إظهار الدعم لما يسمى بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وما بين الحفاظ على مسافة يمكن أن تعمل من خلالها من أجل احتواء الموقف ومنع انفجار الأمور إلى مواجهة عسكرية أقليمية أو منع انفجار الصراع الفلسطيني بشكل كامل. لكن هناك مشكلة جوهرية في المقاربة الغربية، وأعتقد هي أكثر خطورة. الآن تعتقد الدول الغربية أو ترى لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية بأنه قبل أن تكون هناك فرصة للحديث عن مسار سياسي ينبغي على إسرائيل أن تقوم بما يلزم عليها أن تقوم به في غزة، وهي فكرة أنه إعادة ترميم مفهوم الردع الإسرائيلي. لكن إعادة هل يمكن لإسرائيل أن تنهي حركة حماس؟ يعني من يفكر بهذا الأمر؟ يتطلب سنوات. يا أستاذ عبد الله، الولايات المتحدة الأمريكية خاضت 20 سنة من الحروب بعد هجمات 11 من سبتمبر، وبعد 20 سنة ما الذي حصل؟ عاد الطالبان إلى السلطة في أفغانستان وسلمت العراق. العراق أصبح أكثر خطورة على المصالح
المصالح الأمريكية في المنطقة مقارنة بما كان عليه خلال أيام صدام حسين. انتهى القاعدة، لكن داعش ظهرت في سوريا وفي العراق. يعني ما أود أن أقوله بأنه هذه الحروب لا نهاية لها. حتى الرئيس بايدن عندما تجد أن مصر والأردن أوصلوا رسالتهما من هذا المؤتمر خاصة في الموقف المصري. نعم نعم بالتأكيد بالتأكيد مصر استطاعت بتقدير الآن يعني وضعت فيتو للترحيل يعني للتصفية القضية. نعم دعنا شوي نكون يعني لأنه الموقف المصري بحاجة إلى بعض التفصيل. مصر لديها دور جوهري في القضية الفلسطينية تاريخيا. اليوم مصر هي من أكثر الأطراف الأقليمية المتضررة من هذه الحرب، لأنه من الواضح أنه إسرائيل الآن تريد تحويل ما حصل في 7 أكتوبر إلى فرصة لإعادة تغيير الشرق الأوسط. وقالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أيام، قال نحن نسعى إلى تغيير الشرق الأوسط من خلال الآن من خلال طبعا تصفية الفلسطينيين بدءا من غزة. يبدأ تغيير الشرق الأوسط وفق المنظور الإسرائيلي من قطاع غزة، إخراج غزة من معادلة الصراع، تدمير حالة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ثم المرحلة التالية يأتي حزب الله، ثم المرحلة وصولا إلى إسقاط النظام في إيران. هذا هو المخطط الإسرائيلي. لكن عموما هل يمكن لإسرائيل فعلا أن تحقق هذا؟ هذا الأمر يعني مستحيل. رئيس بايدن عندما كان في إسرائيل أخ عبد الله قبل أيام واجتمع مع نتنياهو حذره بشكل واضح لا تكرروا الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد 11 من سبتمبر. لا يعميكم الغضب، أو بالتالي هو لم يقلها لكنها قصدها، هي فكرة الغطرسة، الغطرسة الأمريكية التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية بعد هجمات 11 من سبتمبر أدت إلى هذه النتيجة المأساوية التي نشهدها اليوم في أفغانستان أو في الشرق الأوسط. والغطرسة الإسرائيلية التي تمارسها إسرائيل تاريخيا على الفلسطينيين أدت إلى انفجار هذا الصراع اليوم، ومزيد من الغطرسة الإسرائيلية لن يؤدي سوى إلى انفجار وتعميق هذا الصراع. هل انتهت القضية الفلسطينية على مدار 70-80 سنة؟ لم تنتهي. هل انتهت المقاومة الفلسطينية؟ لم تنتهي. نتنياهو وحده في 15 سنة لمصر، هل تجدن الرسالة وصلت التي أرادتها مصر أرادها الأردن؟ بالتأكيد أرادتها السلطة بالتأكيد الفلسطينية. بالتأكيد ظهر اليوم موقف فلسطيني، موقف عربي مدعوم، يعني موقف ليس فقط عربي، نحن حدثنا عن أطراف أقليمية موجودة مثل تركيا كانت أيضا حاضرة. اليوم ظهر موقف أقليمي رافض استمرار هذه الحرب. هذا الموقف قد لا يضغط على إسرائيل بشكل مباشر لكنه بالتأكيد يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أن تتجاهل حالة أقليمية رافضة لهذه الحرب ومتخوفة من تداعيات هذه الحرب. وأنا أعتقد بأن هذا الموقف سيغير أو سيضغط على إدارة الرئيس بايدن من أجل إعادة تصويب الاستراتيجية الأمريكية في التعاطي مع الصراع. في جانب آخر، مصر بتقديري استطاعت أن تستفيد من هذه القمة من خلال استعراض دورها في القضية الفلسطينية والذي كان خلال السنوات الأخيرة. حقيقة تراجع الدور الفلسطيني المصري في القضية الفلسطينية وعلى المستوى الأقليمي عموما. مصر اليوم من خلال ما يجري في غزة تريد أن تظهر أنها لا تزال قوة أقليمية قادرة على التأثير بشكل جوهري. نعم، ديناميكية الصراع الفلسطيني نجد حضورا لمصر يستعيد دوره والأهم من كل يوصل رسائله. نعم، والأهم من كل ذلك أنه اليوم العرب وما نجحت في مصر ونجحت في الدول العربية ودول المنطقة عموما في قمة القاهرة أظهروا نقطة مهمة جدا، وهي بأن المشكلة الأساسية التي تؤدي إلى الانفجار في كل مرة هو الاحتلال، هو التهرب من حل الدولتين، هو مماطلة إسرائيل. نعم. ودورها في تدمير فرص حل الدولتين. لننتقل من الجنوب إلى الشمال إلى لبنان. كيف يبدو لك المشهد الآن من خلال تصعيد ربما يبدو هو الأخطر؟ يعني طبعا نحن أمام كما قلنا هناك عوامل كافية لانفجار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عوامل ذاتية مرتبطة بالاحتلال نفسه بالقضية الفلسطينية، لكن لا يمكن تجاهل الأبعاد الأقليمية في التأثير اليوم على هذا الصراع. لا بل أعتقد بأنه البعد الأقليمي طاغي بشكل كبير اليوم في تشكيل ديناميكية الصراع الجديد بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. عموما هو جانب من هذا الانفجار هو انعكاس لحالتين أساسيتين. الحالة الأولى تراجع دور الولايات المتحدة الأمريكية كقوة مهيمنة في الجغرافيا السياسية الأقليمية على مدى 8 عقود الماضية. لم تستطع الولايات المتحدة اليوم أن تحتوي هذا الصراع وأن تمنع انفجار هذا الصراع، وهي كانت تفعل في السابق، كانت تستطيع أن تمنع انفجار شامل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، واستطاعت إلى حد كبير أن تدير صراع الوكالة أو صراع الظل بين إسرائيل وإيران. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تبدو عاجزة
في احتواء الحالة الفلسطينية الإسرائيلية والانفجار الفلسطيني الإسرائيلي، وتبدو قدرتها على احتواء حرب الظل بين إسرائيل وإيران ومنع تطورها إلى مواجهة عسكرية مباشرة أو بالوكالة محل شك، رغم أن الولايات المتحدة يعني أرسلت. بالتالي إلى أي درجة مفيد هذا الضغط؟ وبالتالي أنا أعتقد بأنه اليوم يعني ما أريد أن أقوله أنه جزء من الحالة الأقليمية أو تراجع الدور الأمريكي في المنطقة أدى إلى هذا الانفجار، وبالتالي هو يؤثر على مسار ديناميكية الحرب. جانب آخر مرتبط بإيران وصعودها ودورها الأقليمي. اليوم إيران حاضرة بشكل أساسي في ديناميكية هذا الصراع، لديها تحالف أو علاقات استراتيجية مع حركة حماس. هل من خلال الرسائل اللي تريد هل يضغط على القرار في إسرائيل في تل أبيب؟ بالطبع تدخل لبنان يضغط على 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 القرار في تل أبيب وعلى القرار في واشنطن أمريكا كذلك. طبعا كيف. بالتأكيد بالنسبة لإسرائيل هل تخشى أمريكا توسع؟ أسوأ سيناريو الآن يمكن أن تتخيل إسرائيل هو أنها بالتوازي مع مواجهة برية في قطاع غزة تضطر إلى فتح جبهة شمالية مع حزب الله في لبنان. نعم. هذا السيناريو لا يمكن لإسرائيل يعني أن تتحمله حتى عسكريا. لكن هناك بوارج أمريكية تهدد البوارج الأمريكية. نعم، وهو نقطة مهمة جدا، وهذا سيعودنا إلى نقطة فكرة الموازنة الأمريكية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أخي عبد الله أجزم أو أعتقد بأنه الولايات المتحدة ليست لديها رغبة في هذه الحرب، توسع الصراع، وليست لديها رغبة في توسع الصراع. وأعتقد أنه هجوم حماس فاجأ أمريكا كما فاجأ إسرائيل، وأربك أمريكا كما أربك إسرائيل، وكما أربك دول المنطقة وحسابات دول المنطقة. الولايات المتحدة كانت تريد التخلص من الحروب الأبدية التي دخلتها، وهي اليوم تنجر إلى هذه الحروب الأبدية مرة أخرى. نعم. من جديد الرسائل التي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية إرسالها من خلال إرسال حاملات الطائرات هي رسائل ردع لمنع انفجار الصراع، هي رسائل لتحذير إيران مما غبت أو من عواقب أو من التكاليف، دعنا نقول التكاليف المرتفعة للانخراط في هذه الحرب. لكن السؤال اليوم المهم، هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحدد هي قواعد الاشتباك وهي قواعد الصراع؟ أنا أعتقد أنه هذا التحول الكبير الذي ترى على الشرق الأوسط. اليوم إيران هي من تحدد بشكل أساسي قواعد ديناميكية هذا الصراع وقواعد الاشتباك مع إسرائيل في حرب الوكالة مع إسرائيل وفي صراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى المنطقة. وبالتالي ما أريد أن أقوله أنه هذه الحرب لكن اسمح لي لكن بايدن يقول أن الانتصار على حماس يوازي تماما الانتصار على بوتين في أوكرانيا. نعم. وكأنهما نعم. بذات القدر. وهذا صحيح، لأنه كما الحرب الروسية على أوكرانيا تهدد دور مصالحنا المباشرة، كما تحدد دور الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا، هي أيضا تحدد اليوم هذه الحرب الراهنة دور الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. كيف؟ هذه إلى أي حد؟ اليوم إذا استطاعت إيران وحركة حماس أن تفرض واقع جديد فيما يتعلق بالصراع، هذا سيشير إلى ضعف الولايات المتحدة الأمريكية في إعادة تغيير الشرق الأوسط. اليوم الشرق الأوسط المتغير ليس فقط متغير على صعيد أعداء الولايات المتحدة الأمريكية، حتى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية نحن نتحدث عن المملكة العربية السعودية، عن الإمارات، عن تركيا، كلها دول اليوم تبحث عن تنويع في الشراكات الخارجية. لم تعد هذه الدول تثق في الولايات المتحدة الأمريكية كقوة قادرة على ملء الفراغ في منطقة الشرق الأوسط. بدليل أن الحماية لنقول للسعودية أصبحت صينية أكثر منها يعني أمريكية إلى حد نعم. مع إيران يعني لنقول نعم. هي نعم. عامل وزن. فبالتالي ما لكن أنا أقول لأنه نقطة، لأن يجب أن طبعا. أعطي جواب على سؤالك، أنه اليوم هذه الحرب في قطاع غزة هي حرب وجودية للدور الإيراني في المنطقة، ينبغي النظر كما هي وجودية، كما هي وجودية لحركة حماس، كما هي وجودية بالنسبة إسرائيل. لمفهوم الردع الإسرائيلي. نعم. وأن يعني لا أعتقد بأن هذه الحرب ستؤدي إلى زوال إسرائيل، لكن بالطبع ستكرس وضع جديد في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وبالتالي ينبغي التعامل مع التحذيرات التي ترسلها إيران اليوم. نعم. بشأن انخراط وكاليها في المنطقة. محمود نتوقف عند هذه نعم. النقطة وسأعود إليك أيضا، لأنه هي نقطة مهمة حقيقة في هناك نقاط كثيرة، لكن لدينا هذا مراسلنا. نعم. وهو من غزة، وتعرف أن غزة أيضا الاتصالات فيها صعبة طبعا، الأولوية للناس نعم في داخل. نعم. محمد سليمان من غزة وهو مراسل القناة، بإمكانك أن تطلعنا أيضا على جديد الأحداث الآن في غزة. بالفعل الإبادة المستمرة ولم توقف، الإبادة الجماعية ضد الغزيين هنا، يعني الاحتلال قبل قليل استهدف عدد من العائلات في محافظة خان يونس والمحافظة الوسطى، يعني أقصى وأصعب هذه الاستهدافات كان استهداف سوق شعبي في مخيم انصارات وسط قطاع غزة. هذا السوق كان يقتضي عدد كبير من المواطنين، كانوا يريدون شراء الخبز والحصول على الخبز، ولكن صواريخ إسرائيلية باغتت هذا السوق، وذلك أدى إلى استشهاد عدد كبير
من المدنيين بينه وبين هؤلاء أطفال. لو انتقلنا إلى جنوب قطاع غزة، هذه المنطقة التي ادعى الاحتلال أنها مناطق آمنة يمكن النزوح إليها، ارتكب الاحتلال أيضا مجزرة في حق عائلة جرهون قبل قليل واستهدف منزل العائلة، وتم انتشال طفل ومسنة حتى الآن من هذا المنزل، وأيضا استهدف مدرسة للنازحين مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأنوروا، وذلك أدى لاستشهاد أكثر من 7 من النازحين. يعني في المداخلة الأولى ظهر اليوم أكدنا أن الاحتلال هدد عدد من المدارس، مدارس الأنوروا، هذه المدارس محمية وفق الأمم المتحدة ولا يجوز استهدافها، ولكن الاحتلال استهدف هذه المدرسة وهناك عدد من الشهداء بين هؤلاء. أيضا لو انتقلنا إلى حدث آخر، الاحتلال اليوم اغتال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سامي المزيني، وهذا من القادة التاريخيين في حركة حماس، وهو سفر الشهيد المؤسس الشيخ أحمد مؤسس حركة حماس أحمد ياسين، تم اغتياله بصاروخ من طائرات الاحتلال خلال اليوم 16 للعدوان الإسرائيلي المستمر وللإبادة الجماعية المستمرة ضد سكان قطاع غزة. نعم، إذن هناك دخول الإغاثة، إلى أين وصلت؟ يعني اليوم شهدنا أول 20 شاحنة المساعدات الإنسانية، هي عبارة عن 20 شاحنة محملة في بعض المساعدات والمستلزمات الطبية، ولكن هذه القافلة قليلة جدا وبالتالي تكفي لمستشفى واحد أو تغطي الاحتياجات الطبية لمستشفى واحد. يعني قطاع غزة باليوم الواحد يدخله أكثر من 500 شاحنة، وهذه القافلة قليلة جدا ولا تكفي السكان ولا احتياجات السكان. يعني سكان قطاع غزة من 16 يوم لا يوجد لهم مياه كافية أو غذاء كافي، ويحتاجون إلى كميات كبيرة من المساعدات خاصة المستشفيات. يعني قبل قليل وزارة الصحة أكدت أن الساعات القادمة ستكون صعبة وأليمة على المرضى وخاصة الأطفال الصبج، بمعنى أطفال الحضانات، في حال لم يدخل الوقود تشغيل المولدات التي الآن هي تقوم بإنارة المستشفيات وتشغيل أجهزة، فيموت الأطفال، فيموت الجرحى، وتتحول هذه المستشفيات إلى مقابر جماعية بفعل عدم توفر الكهرباء وعدم إمكانية تشغيل الأجهزة والرؤية. ويعني الأطباء لن يكون أمامهم رؤية واضحة يعني إجراء العمليات أو استقبال الجرحى، خاصة أن القصف الإسرائيلي لا يتوقف من صباح اليوم، لم يتوقف القصف، يعني الاستهدافات مستمرة في المدارس، الاستهدافات مستمرة في أيضا الشوارع والأسواق والأسواق الشعبية في مختلف سكان قطاع غزة. ويبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يريد من خلال الاستهداف للأسواق وأماكن المخابز إلى تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة. يعني الناس لا يوجد لديهم طعام داخل منازلهم، فيذهبون إلى الشوارع ويذهبون إلى الأسواق من أجل البحث عن الطعام والبحث عن الخبز، ولكنهم يتفاجئون بأن الاحتلال يستهدفهم ويكونهم أهداف عسكرية لهذا طائرات الاحتلال. محمد سليمان مراسل القناة من غزة، شكرا لك ونتمنى لك السلامة أيضا ولكل أهلنا في غزة. أستاذ محمود علوش، توقفنا عند نقطة، مسألة التغير في المنطقة، هو ما بين صراع وجودي، نقول الأدوار القديمة لأمريكا، توازن الرد أيضا بالنسبة للصهاينة، الدور الإيراني المتعاظم، أيضا المقاومة التي فاجأت الجميع وهي صاحبة الفضل الأول في هذا الدور. إذن إلى أي لنقول اتجاه قد تمضي الأمور اليوم، الاكتفاء بما حصل أم تصاعد الصراع؟ لا طبعا، هذا يتوقف على الفعل ورد الفعل. يعني اليوم حتى الآن لا يزال من غير الواضح ما هي حدود الرد الانتقامي الإسرائيلي، وحتى طبيعة هذه الحدود والنتائج هذه الحدود، بمعنى أنه في حال ذهبت إسرائيل إلى خيار الغزو البري أيضا، لا يوجد إمكانية الآن لمعرفة
طبيعة الاستراتيجية الإسرائيلية بشكل دقيق فيما يتعلق بمسألة الغزو البري. في بداية الحرب كانت إسرائيل تتحدث عن هدف إنهاء حركة حماس أو إنهاء وجود حماس، حتى أن بعض القادة الإسرائيليين تحدثوا عن مسألة السيطرة الكاملة على قطاع غزة، وكانت السياسة الإسرائيلية تركز بشكل أساسي على تهجير قطاع غزة، سكان قطاع غزة إلى مصر من أجل إحداث تغيير ديموغرافي في الصراع، وبالتالي إخراج غزة من معادلة الصراع. اليوم أعتقد بأنه إسرائيل بدأت يعني تحاول أن تكون أكثر واقعية بشأن الرهانات التي تضعها على هذه الحرب، وبالتالي أصبحت إسرائيل تتحدث عن مسألة تدمير البنى التحتية لحماس وليس القضاء على حركة حماس. أن الفكرة مشابهة أيضا لدفع الكلفة المجتمعية للحاضنة للمقاومة على غير أيضا بيروت والضاحية الجنوبية؟ نعم بالطبع بالطبع، أنا أعتقد أن الإسرائيليين يسعون إلى هذا الأمر على أقل تقدير، لكن في حال ذهبت إسرائيل إلى خيار الغزو البري أو الاجتياح البري لقطاع غزة، أعتقد بأنه هذا سيولد ردة فعل بالنسبة لإيران. حتى الآن إيران لم تضع استراتيجية أو خطوط عريضة واضحة لخطواتها، لكن استمعنا بعض الرسائل المضمنة التي أرسلها المسؤولون الإيرانيين، لا سيما وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عندما قام بجولة إقليمية وتحدث عن أن دول أو المحور المقاومة لن يقف ساكتا في حال تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. طبعا مفهوم تصاعد العدوان الإسرائيلي، ما هي الحدود التي عندها ستتدخل إيران في هذه الحرب؟ أنا تقديري أنه في حال ذهبت الأمور إلى مواجهة أو إلى غزو بري قد تطور إسرائيلي في البداية ربما لا نشهد انخراط إقليمي مباشر عبر الوكلاء في هذه الحرب، لكن الأمر يتوقف بتقديري على نتائج المعركة. في حال وجدت إيران أن حركة حماس أو أن إسرائيل تقترب من تحقيق أهدافها بتدمير حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، ربما عندها تتدخل لتشتيت الجهد العسكري الإسرائيلي من خلال محاولة إرباك إسرائيل في الجبهة الشمالية، وأيضا من خلال الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية عبر استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة عبر الوكلاء سواء في سوريا أو في العراق أو حتى في اليمن. لكن حتى قبل الوصول إلى هذه النتيجة، لأنه الأمر ينطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للإيرانيين، وطبعا أنت تعلم أخي عبد الله يعني خطأ في الحسابات يؤدي إلى معركة يعني غير مرغوبة. في لبنان على سبيل المثال حرب 2006 كانت خطأ في الحسابات، حزب الله قال ذلك صراحة. هدفه أن يخطف جنود إسرائيل ثم بعدها قال لو كنت أعلم لما نعم قال ذلك بهذه الحرب. اسمح لي أستاذ محمود، لدينا أيضا الأستاذ عزيز العاصر أيضا من غزة، وسأعود إليك ليختم معك الحلقة، خاصة أن كثير من الأسئلة أيضا عن أداء حماس أيضا للمشهد حتى الآن، مسألة المختطفين اللي نقول والأسرى أيضا هل يدار بشكل جيد، أو ما هي الرسائل أيضا من دخول قطر أيضا التي نجحت في إطلاق رهينتين أمريكيتين، لكن فيما يتعلق بالحاضنة المجتمعية للمقاومة ومدى تأثير أيضا هذه الهجمات على هذه الحاضنة، هذا ما نود أن نسأل عنه الأستاذ عزيز العصا الكاتب من غزة، وكان معنا عبر سكايب ويبدو أننا فقدناه ونذهب معه عبر الهاتف. كيف تجد تأثير هذه الهجمات الصهيونية على المدنيين في غزة على صعيد ربما خلق شرق ما بين المقاومة وحاضنتها المجتمعية؟ لم أسمع السؤال. السؤال هو كيف تؤثر هذه الهجمات التي تلحق الضرر بالمدنيين على حاضنة الحاضنة المجتمعية للمقاومة؟ يعني على مستوى الوطن الفلسطيني، الوطن الفلسطيني يزداد التهابا أيها الحبيب، يعني واضح جدا أنه حتى أهلنا في غزة الذين يتلقون هذه الضربات القاسية جدا أنفاسهم تزداد تحديا ويزدادون تفهما لأغراض هذا العدو وأهدافه من هذا القصف الوحشي. يعني الحاضنة الوطنية الفلسطينية لا خوف عليها بالمطلق، يعني لا تقلقوا عليها، لأنه الشعب الفلسطيني أصبح متفهم تماما أننا نحن أمام مفترق طرق خطير جدا يتعلق بمستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة وبمستقبل هذه هويتنا وبمستقبل وطنيتنا وبمستقبل وجودنا على هذه الأرض الذي حافظنا عليه على مدى 75 عام جديدة عليه، إنما كانت تتكرر كل فترة، كانت تتكرر بنفس القسوة وبنفس الشراسة، ونحن صامدون.
أما بالنسبة للحاضنة العربية فأتمنى ألا تعود جماهير الأمة إلى منازلها وبيوتها قبل أن تحقق أغراضها وأهدافها في وقف هذا العدوان ووضع العصي في دواليبه، لأن المواقف الأمة حتى الآن جيدة جميلة فلتستمر. وهناك أيضا مواقف واضحة أصبحت في العواصم الأوروبية، في واشنطن، في نيويورك، في أمريكا نفسها. يعني أنا لم أسمع عن مظاهرة أو تظاهرة خرجت في أي دولة في العالم لصالح الكيان الصهيوني، وإنما جميع التظاهرات التي والتحركات الجماهيرية هي حقيقة أصبحت تشكل حاضنة للحق الفلسطيني. فالحاضنة على المستوى الوطني والعربي والدولي حتى الآن هي يعني ضمن الحد الأدنى المقبول والمطلوب. وأما الاستمرار في هذا في هذه الوحشية فأخشى أن تؤثر على معنويات الجماهير وعلى معنويات أبناء الأمة. نحن نقول بأن العمليات القتل التي تتم الآن المستهدف والمبرمج أصبحت للأسف الشديد مغطاة بالكامل من الناحية الرسمية من قبل التحالف الأمريكي الأوروبي، وأصبحت مبررة ولا يعني لا غبار عليها بالنسبة من حيث الموقف الأمريكي أو مواقف الرسمية الأوروبية، وأقول الرسمية ولا أقول يعني حتى نفرق بين الموقف الرسمي للدولة وبين موقف الجمهور. واعي للجمهور الأوروبي واعي ويعي حقوق الإنسان جيدا، والأوروبيين هم أكثر أكثر أبناء البشرية من تلظوا بنيران الحروب ووحشيتها عبر حربين عالميتين يعني أكلت من الأوروبيين الكثير الكثير واكتووا بها. الجمهور الأوروبي يفهم تماما ما الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. إذن أنت تقدر إذن أنت تقدر أستاذ عزيز اسمح لي هذا التضامن الشعبي في أوروبا وأيضا في نيويورك في لندن وفي كثير من العواصم على الرغم من التواطؤ الرسمي الأوروبي والأمريكي مع الصهاينة. شكرا لك أستاذ عزيز العصا الكاتب من غزة، وأنا أعتذر أيضا عن ذيك الوقت. لنختم أيضا عند هذه الجملة، كيف تؤثر هذه التظاهرات الشعبية؟ لندن خرجوا أكثر من 100,000، برشلونة أكثر من 80,000، نيويورك اليهود أيضا يخرجوا فيها دائما أبدا، واقتحموا حتى الكونغرس أيضا لتضامن مع غزة. كيف ستؤثر مع الوقت أيضا في لنقول في صنع القرار الأوروبي؟ يعني تؤثر على ثلاث سياقات بتقديري. السياق الأول هو سياق الموقف الرسمي الغربي. اليوم لا يمكن للموقف الرسمي الغربي أن يتجاهل هذه التظاهرات في المدن الأوروبية والأمريكية في تشكيل موقفه من الحرب. وأعتقد أنه كلما تصاعد هذا الرفض الواسع لهذه الحرب بين الأوساط الشعبية في الدول الغربية، كلما كانت الدول الغربية حرجة إلى حد كبير في منح إسرائيل أو في مواصلة منح إسرائيل غطاء كامل لمواصلة هذه الحرب. هذا السياق. السياق الآخر يؤثر على الرواية الإسرائيلية وعلى الدعاية الإسرائيلية. اليوم يعني إسرائيل نجحت أو تسعى لأن تصدر روايتها في الأوساط الغربية على أنها تتعرض لإرهاب. وهذا ظهر في وسائل الإعلام الرسمية. لا، اليوم أظهر هذه التظاهرات بأن المجتمع الغربي لا يزال حي في تعاطيم عموما يعني مع القضية الفلسطينية، لا يصدق إسرائيل والروايات الإسرائيلية بشكل كامل، وبالتالي ما شاهدنا هو أن الناس خرجت إلى الشوارع للتعبير عن تضامنها مع القضية الفلسطينية. تؤثر في القرار؟ بالطبع، بالتأكيد كل هذه العوامل تؤثر. والسياق الثالث هو موضوع التغطية الإعلامية الغربية لهذه الحرب. هذه التغطية كانت منحازة بشكل فاضح إلى جانب إسرائيل منذ اللحظة الأولى لاندلاع هذه الحرب تحت عدة عناوين، لكنها كانت تغطية فاضحة. اليوم أيضا هذا الحراك في الدول الغربية يشير إلى أنه هذا الرأي العام الموجود في الغرب لا يأخذ لا يستند إلى تغطية وسائل الإعلام الغربية لهذه الحرب في تشكيل موقفه من هذه الحرب، ولديه وعي وقدرة على تشكيل موقف يتحدى الموقف السياسي والموقف الإعلامي. وبالتالي هذه التطورات تؤثر في الحقيقة على هذه السياقات. وأعتقد أنه اليوم أنا تقديري أخي عبد الله
لا يزال الموقف الغربي تحت صدمة هجوم 7 أكتوبر، لكن كلما زاد يوم على هذه الحرب كلما كانت دول غربية توقعوا الأيام القادمة. يعني لا يمكن التوقع على هذه الحرب، بدأت هذه الحرب بدأت في غزة، لا يمكن، لكن لا أحد يستطيع أن يتكهن أين ستنتهي. اليوم يمكن أن نتحدث عن سيناريو مواجهة إقليمية. الاجتياح البري لغزة أنا تقديري سيكون هناك اجتياح، لكن ربما الآن يعني الاجتياح يكون محدود، ربما يركز في الشمال محاولة تحقيق بعض الانتصارات على المقاومة الفلسطينية. السيناريو المخاطر المواجهة الإقليمية بالتأكيد تزداد، لكن أعتقد بأنه أيضا الظروف لم تكتمل بعد لتحول هذه الحرب إلى مواجهة إقليمية، وبالتالي يجب أن نكون حذرين إذا توقع أو تقدير أن يتحول هذا الصراع إلى مواجهة إقليمية. الموقف الدولي عاجز، وأنا أعتقد أنه هناك مسألة مهمة جدا ربما تغير من مسار هذه الحرب، هو أن الولايات المتحدة الأمريكية في كل يوم يمضي في هذه الحرب ستجد صعوبة في مواصلة الغطاء لإسرائيل لمواصلة هذه الحرب من دون قيود. وأعتقد بأنه في نهاية المطاف ستكون إدارة الرئيس بايدن أمام واقع يفرض عليها أن تضع استراتيجية أكثر فاعلية للخروج من الحرب، للخروج من هذه المأزق، لأنه اليوم هذه الحرب يمكن أن تجر الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى إلى مستنقع شرق الأوسط وهي لا تريد أن فضلا عن أنه حتى لو لم ترغب الإدارة الأمريكية في الانخراط العسكري في هذه الحرب، تداعياتها ستكون هائلة على المصالح الأمريكية، إن في المنطقة إن على مستوى النفط. علينا ألا ننسى الرئيس بايدن لديه انتخابات في العام المقبل، وأي ارتفاع في أسعار النفط سيشكل ضربة كبيرة للفرص الديمقراطية في الفرص في الانتخابات. إذن نتمنى احتواء كل ما نتمنى هو وقف نزيف الدم الفلسطيني. الآن يوم الفلسطينيون يدفعون ثمن الغطرسة الإسرائيلية الغير معقولة، ثمن التواطؤ الدولي مع الاحتلال الإسرائيلي، وثمن العجز العربي في فعل شيء يمكن أن يغير كل هذا الأمر. شكرا لك أستاذ محمود علوش الباحث في العلاقات الدولية على وجودك معنا، أيضا نسعد أيضا باستضافتك في الأيام القادمة. هذه التغطية لك وللسادة المشاهدين ستكون مستمرة مدام العدوان الصهيوني على غزة. أشكر كذلك أيضا أعزائي المشاهدين عزيز العصا الكاتب من غزة كان معنا أيضا عبر الهاتف، وأيضا مراسلنا محمد سليمان كان معنا أيضا عبر الهاتف من غزة، وكذلك أيضا دكتور فايز أبو شمالة كاتب والسياسي الفلسطيني كان معنا أيضا عبر الهاتف في الجزء الأول من هذه التغطية، وألقاكم أيضا في تغطية خاصة أخرى عن العدوان الصهيوني على غزة، وفي أمان الله.